إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة للهدفين مقابل لا شيء. ليونيل ميسي مجهود في منتهى تصويب ركل الكرة فوق العارضة، شوف كيف ركنها بشكل سليم بمهارة في اللقطة الماضية، لكن الكرة عدت شوي، تحولت الكرة إلى خارج الملعب. باولو ديبالا، كرة عرضية من ديبالا، الكرة في المرمى، حطها براسه يا رب يا الله. شوط أول ينتهي الآن والنتيجة. ضربات بداية الشوط الثاني، ونعود للمتابعة ونذكركم بأن الشوط الأول انتهى بتفوق إتروغانز. جيروم بروسيو وصلت لميسي، إتروغانز يحاول بناء هجمة، يستخلص الكرة، يا الله ركلة الجزاء، حكم المباراة يحتسب هذا الخطأ، إذا تم استغلالها استغلال مثالي ستعمق الجراح ورح يكون ضربة جزاء تنفذ بنجاح، هدف يأتي. نتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة كانت على المرمى، الله على الدفاع ليبعد الخطورة. دولبيرك تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي، حارس يخرج في توقيت مثالي، يبعد هذه الكرة، يبعد الخطورة. دولبيرك جوشا كيميتش ليونيل ميسي، تروغانز ينطلق للأمام، استخلاص ممتاز داخل المنطقة، تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. عمل رائع، تصدي ممتاز لحارس المرمى، حكم يطبق مبدأ تحت الفرصة واللعب مستمر في أرضية الملعب. الله على اعتراض التسديدة، حسام عوار، كرة خطيرة، تدخل مثالي وإبعاد لكرة كانت خطيرة. ميسي على تنفيذ الضربة الركنية، مستحيلة هذه اللقطة، شوف الكرة اللي غيرت مسارها، خدعت الجميع، لمسة واحدة أبعدت الكرة، كم ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية؟ قد نشاهد بطاقة صفراء على هذه اللقطة. أليخاندرو غوميز وصلت إلى بنزيما، تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. حاول يسدد الكرة الماضية لكن وضعيته ما كانت مثالية، وبالتالي الكرة بعيدة بدون أي خطورة. تمريرة ممتازة إلى الطرف، ريبلز يستخلص الكرة، أليكسيس إمكانية الكرة العرضية،
بيخلص الكرة في مربع العمليات. حسام عوار. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. ليونيل ميسي. جميلة الكرة، شوف اللمسة الفنية، يا سلام على المرور. أليكسيس سانشيز. انطلاقة هجومية من ريبلز. وتصويبة خطيرة. يقلصون الفارق ويعيدون الأمل ويبقون على الحظوظ. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. تمريرات متتالية بشكل جميل. حسام عوار. جيروم روسيون. شوف استعادة الكرة. مرتدة ممكن تكون سريعة. على الدفاع بأن يكون أسرع في العودة للتغطية. خطأ يحتسب الحكم. ضربة حرة في مكان خطير جدا. مكان خطير جدا لديبالا. قد تكون فرصة هدف لو نفذ الكرة بنجاح. لم تدخل بعد. المدافع يبعدها. هدف محقق يضيع في اللقطة الماضية. تدخل في منتهى الروعة. الدفاع يتدخل يمنع الكرة العرضية. ابعاد للكرة. تدخل في توقيت مثالي لابعاد الخطر. يا سلام على التمريرات. شوف التحرك المبكر وبالتالي قرار الحكم ايضا بوجود تسلل. 9 دقائق متبقية من عمر المباراة. كريم بنزيما. جوميز. تدخل اللاعب يفقد الكرة. لا زال الجمهور صاحب الأرض يؤمن بالحظوظ على الرغم من أن المباراة لم يتبقى فيها الكثير. أجواء مجنونة نعيشها في هذه اللحظات. هدف واحد يفصل بين الفريقين. دولبيرك. حارس المرمى يبعدها عن مرماه. لينية مثالية خلف المدافعين. ميسي وفرصة هدف الآن. الكرة في المرمى يضعها ويسجل هدفه الثالث. هاتريك لهذا اللاعب الكبير. كريم بنزيما. رباعية مقابل هدفين. الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. بيسقطها من فوق حارس المرمى. حاول يحطها من فوق حارس المرمى لكن الحارس كان صاحي للعبة وخلصها وانقذ مرماه. أليخاندرو جوميز. الحكم يشير إلى دقيقة واحدة كوقت بدأ ضائع. مجهود مميز. ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. تنطلق صافرة نهاية المباراة وينجح الزوار في تحقيق الانتصار. مباراة كانت ليونيل ميسي. يتقدم بالكرة. فرصة خطيرة. ما الذي فعل حارس المرمى؟ خطأ قد يندم عليه.